السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في كانتي ديال المساء، كانتي اللي غيمشي في اليولا سوا، كانتي اللي فيه واحد الخيول، تقريبا جل الخيول جاية خاسرة، جل الخيول جاية خاسرة. المهم كاين جون بيير جوفان رقم واحد، فابريس شابيت رقم جوج، مارتينو رقم ثلاثة، وكاين هاد ميونخ رقم أربعة، وكاين هاد شوين، هادو كلهم ألمانيين، فولمر ألمانيا كذلك، ولكن الخيول الفرنسية، خيول الفرنسية شارلي يعود فرنسي، كاين سي ساندري عنده رقم سبعة، وكاين بوسكيتا هي ألمانية، وكرايسن كاين هاد رون بيلفن. غالبا غالبا لي زونترينور اللي كيكونوا في ليو لاسوا تيكونوا لي زالمان. عندك ليو لاسوا وستراسبورغ، هنا فين تيكون فهاد لي هونديكاب اللي تيكونوا شوية ضعاف. المهم اخوتي، والدو والطروا هما اللي مرشحين، لانه جون بيير كوفا عنده اه، وفابري شابيت عنده دو، ومارتينو عنده الرقم ثلاثة. ثلاثة مرشح ودو مرشح، نورمالمون هو يقدر يبان فيه شي واحد مع الرقم واحد مع ويلي بوي جون بيير كوفان. بالنسبة ل واحد العود اوتسايدر غادي ناخدو ندخلو هو الكنز بارابونيغا جيم. هاد العود عود ممكن نحطوه، ممكن نحطوه 0-0 نافية مساتية، ممكن نحطو هاد العود لأنه عنده واحد 53 كيلو، ولد التيران، تيدير التيران، تيمشي في الكاتيجوري لا من هذه ديال الغدا، يقدر يبان تقريبا آخر كورس عنده في الكلير في ليولاسوا في 2400 هونديكاب ريفيرونس 32، مشى ب 56 كيلو، ايدي هاردوين تروازيام، والتروا كان دار دوزيام بلاس، هو كان دار دوزيام بلاس ريفيرونس ديال 32. عنده واحد لافونتاج، دابا ريفيرونس ديال 35، عنده واحد لافونتاج حسن من الطروا، كانز حسن من الطروا. المهم خوتي، كانز ان دو تروا، نورمالمون دو تروا يقدر يجي فيهم غير واحد، يا اما العود ديال 5 سنين يا اما العود ديال 3 سنين. المهم على كل حال، العود اللي غادي نزيدو حتى هو اوتسايدر هو التريز الرايدور. هاد العود فقط الاونترينور اللي راكب عليه، واش تقدر تدخل العود ولا لا. كما كتشوفوا عندها الجوكيره هادي، عندها يعني كتنافس كتبلاسي، لهذا غادي ناخدو الرايدور تريز عاود ولد التيران، عاود عنده 53 كيلو، 51 كيلو غادي ناخدو. غادي نزيدو رقم 12 مولت يوري من دي زابال، دوز والتريز والكنز مع الآ والدو والتروة، هادو هما ستة ديال الخيل الخوت اللي عندي. ممكن خوتي تزيدو، لأن إلا زدت ما قنعنيش شي عاود، ربما كاين شارلي، كاين عفوا 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 اخوت، عفوا يا خويا راني ما نساليش، عفوا الخوت، عفوا. كما كتشوفوا غادي نحاولوا نقلبوا لشي عاود نزيدوه، عاود غادي نزيدوه، وعاود ما يكونش بيزو او بوا، وماشي بيناليزي، باقي في بلاصتو، غادي نقلبو عليه، غادي نمشيو عند البيناليزاسيون، ما ناقص لي ما زايد لي. شكون هو هاد العود الان عندنا؟ دو كاين، طروا كاين، الكات كاين، السين كاين، السيس كاين، السات كاين، الويت كاين، نف
لو نيف، شكون هو هذا الرقم 9؟ نامار، غادي نزيدو نيف، ما زايد لي ما ناقص لي. كساتيام نيميرو لو نيف، لو ديس كاين، لو اونز كاين، لو دوز، لو دوز عندنا، لو تريز كاين، لو كاتور، كاتورز آخر عود هو الكاتورز، 52 كيلو. على كل حال الخوت، هادي هي البرونوستيك ديالي. المهم الاون تو تروا نورمالمون يقدر يجيو جوج، تما جوج ماكسيمو يجيو جوج، اون تو تروا جوج دوام المينيمو واحد، لكم اختيار الخوت. زدنا خوتي 9 و 12 13 14 15، هذه هي اللي عندي الخوت. وتحياتي لكم ومع السلامة، فيديو قادم إن شاء الله.